السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هناخد التحويل من النظام الثماني إلى النظام الثنائي الطريقة التانية. الطريقة التانية، لو أنا عندي رقم ثماني عايز أحوله لباينري، ممكن أحوله لديسيمال ومن ديسيمال أحوله إلى باينري. طيب، نحول الرقم ده إلى ديسيمال بنفس الخطوات بتاعتنا اللي إحنا كنا بنشتغل بيها. أول حاجة نحط الويت بس 0، بعد كده نحط 8 أس 1، بعد كده نضرب الأربعة في 8 أس 0 ونضرب الاتنين في 8 أس 1 ونجمعهم، فنقول 2 في 8 أس 0 سوري 4 في 8 أس 0، كل واحد تحت الديجيت بتاعه، كل ديجيت تحت الويت بتاعه. فنبدأ من الشمال، 2 في 8 أس 1 زائد الرقم اللي بعده اللي هو الأربعة في ديجيت في الويت بتاعه، يبقى 4 في 8 أس 0 هيطلع 2 في 8 ب16 زائد 4 هيساوي 20 في النظام العشري، يبقى الرقم ده ساوي 20 في النظام العشري. ناخد ال20 نحولها لثنائي، ممكن بطريقة التجميع 1 2 4 8 16 32، خلاص مش هوصل ل 32. وناخد أكبر أرقام تجمع رقم 20، 16 و 24 والباقي أصفار، يبقى هو ده الرقم إذن بنظام الثنائي. دي طريقة، او ممكن برضو الطريقة التانية بالنسبة للعشر، يعني ان انا اخد الرقم اللي هو 20 اقسمه، انا عايز احوله للباينري فاقسمه على 2 ويبقى فيه ريمايندر، اوكي، وعشرين على 2 فعل 10 يبقى ريمايندر 0، 10 على 2 فعل 5 ريمايندر 0، 5 على 2 هيطلع كسر، فالكسر يبقى رقم 1، أي كسر في الباينري يعني بيقابل ليه قيمة 1 for reminder. 5 على 2 هي 2.5 صح؟ 2.5، فالنص ده يعتبر كسر صح؟ فبنحط جنبيه 1 وناخد العدد الصحيح، هتبقى 2.5، أخدنا الكسر بتاعنا خلاص اللي هو ريمايندر سميناه 1 في الباينري، هيبقى رقم كام؟ 2، يبقى 2 على 2 فيها الواحد، يبقى الباقي 0. الواحد على الاتنين، 1 على 2 هيطلع نص، هيبقى كسر يعني، يبقى نحط 1 هيبقى آخر حاجة اللي هو 5 من 10 اللي هو النص، فرقم آخر حاجة اللي هو 0 خلاص يبقى 0، فرقم الباينري اهو. طبعا لو عايز تعرف الطريقة دي بالتفصيل ممكن تشوف الفيديوهات اللي قبل كده. فعلا الرقم اللي هو الأوكتال حولناه لديسيمال، ومن ديسيمال حولناه لباينري وطلع نفس الرقم 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 في الباينري، تمام. فهو عشان أنظمة كلها أنظمة معتمدة على بعض، أو نقدر نقول إن هي سيستماتيك، فعلشان كده نقدر عشان كده هي اتعملت في الآلة. السيستم اللي هنا معروف ده تحوله إزاي لهنا وهنا لهنا، فبالتالي هو كل اللي بيعمله إنه بيعمل عمليات في الآلة، وده شرح طريقة التحويل من أوكتال تو باينري عن طريق ان انا امر بالنظام العشري اولا، انت احوله لعشري ومن عشري احوله لباينري. طيب ناخد مثال تاني، اوكي، سي مثلا عايزين ناخد اي رقم، اوكي، هنمشي بتاعت نفس الخطوات دي، اي رقم هنمشي بنفس الخطوات دي. سي مثلا انت عايز تاخد رقم
20. اوكي عايز رقم معلش 2 0، برضو بنسى كام. 2 0 في الثماني بتساوي كام في الباينري؟ يبقى اول حاجة نعملها نكتب الرقم 2 0 في النظام الثماني ونقول بيساوي كام في العشري، ومن العشري هيساوي كام في الثنائي، صح كده؟ تمام. طيب احنا اتفقنا عشان نحول من ثمانية لعشري بنحط الويت 8 الباور، بعد كده 8 أس 1، بعد كده نضرب كل ديجيت بالويت بتاعه، يبقى 0 ناخد بالشمال اليمين أفضل عشان ما نتلخبطش وننسى حاجة، يبقى 2 في 8 أس 1 زائد 0 في 8 أس 0، فده كده اوريدي بصفر. 2 في 8 ب16، يبقى 2 0 في النظام الثماني بتساوي 16 في النظام العشري. عايزين نعمل collecting، طريقة collecting أفضل. 2 2 4 8 16، يبقى نحط 1 هنا والباقي أصفار. أوكي يبقى الرقم ده هو عبارة عن 4 أصفار 1 في النظام الثنائي. عايز تتأكد معايا، دوس على الآلة، دوس على مود رقم 4 بيز إن، اكتب أي حاجة. لو كتبت 16 في العشري وعايز تعرفها كام في الثماني هتدوس على الأوكتل هيجيب لك 2 0. كتبت 2 0 في الأوكتل وعايزه تعرفه في النظام الباينري هتدوس على الباينري هيجيب لك 0 0 0 0 1. فهي عملية سيستماتيك مفيهاش أي مشكلة، تعرف تعمل تشيك بكل الطرق بتاعتك. وكده يبقى في الفيديو ده اتعلمنا ازاي نحول من النظام الثماني للنظام الثنائي بالطريقة التانية، هو ان احنا نعد نمر الرقم اللي هو الثماني الى النظام العشري، ومن النظام العشري نحوله للنظام الثنائي بالطريقتين بتوعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.